الفخر وصعب وهالشو هنا صعب ان شاء الله. ان شاء الله انا جاهز ان شاء الله. طيرك اكيد ما فيها عبث. طيري والله فيها على الخفيف. جاهز ان شاء الله. تاريخ 13 تذكر اسم حدث على شبة ما قصر. والطير اسمع الشاف وان شاء الله انها معسوبه. المراسل الجديد مراسل قناة الكاس اخي محمد الملهية، مرحبا بكم اشهلا وابشروا بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مسي عليكم من هنا مصبخة مرمي في أول يوم وأول مجموعة لهذا التحدي، وخلونا نشوف اليوم التحديات بين أهل الشواهين وعبيد فخرو ونشوف من المنتصر، هل أهل الشواهين ينتصرون ولا عبيد فخرو؟ نتابع معكم. ما شاء الله نشوف اليوم الاول حافل بالانجازات للعام. السنه ان شاء الله نتوقع ونبي نشوف توقعكم، توقعون تحققون نفس العام ولا لا؟ اتوقع ان شاء الله الافضل وابشر بالخير ان شاء الله. بس عبيد فخر مو بسيط، حتى حمام ببسطة، يعني انكم انتم سهلين هذا التحدي من اول يوم. نعم، ما الرجال ما يدخل الميدان الا هو متحدي. وش اسم طيرك طال عمرك؟ مدهش. باذن الله ان شاء الله ناخذ منه ريش بإذن الله. أنت عليك غياب من 2015 لين الحين احنا 2020. موجودين لكن ما حالفنا الحظ، إن شاء الله اليوم نقول إن شاء الله. يعني من 2015 وأنتوا على شبة ما قصر؟ على شبة ما قصر، وإن شاء الله هذا الزمان إن شاء الله بناخذ منه ريش بإذن الله. توعدنا بعرض؟ إن شاء الله بإذن الله. والله الحمد لله جاهز إن شاء الله وعلى الله توفيق. شكلك متوتر، شكلك اليوم متوتر ان شاء الله يسوي شغلات ان شاء الله يصير. متوقع انك بتصيد ولا؟ والله ان شاء الله تزبل، مو بيعلقها في تزبل بس اهم شيء انها تزبل. اهم شيء انها تزبل بس. عبيد فخر مو بسيط والله، هو خصم صعب. ما شاء الله عليك واثق ان شاء الله باذن الله. قبل شوي تقول لا تصوروا معي الحين، صوروا معي بعد ما تصيد ان شاء الله باذن الله. عبيد فخر قدامكم ينتظر. ما عليه. توافقي. واثق ولا ما انت بواثق؟ والله ان شاء الله. ما جينا هنا الا احنا واثقين ان شاء الله. شو اسمه طيرك؟ ذرب. اوه هذا اسم خطير. نعم. نشفر بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني، والطير اسمه ذرب ورعيه بطل ولا يصغر له بطل. شوفك الليله ما شاء الله وجهك متفائل. بإذن الله. طيرك أكيد ما فيها عبث. طيري والله فيها على الخفيف. الله يستر. بس زين إيش رأيك في عبيد؟ عبيد متحزم يقول لك الليلة إنه ما حد بصايد ولا من عند الله. والله هي كلها توافيق، متحزم ولا ما هو متحزم، هي كلها توافيق. إن الله أراد لك تأهيل تأهلت، لوها قاطب حزامه حده. وش طيرك؟ وش طرح وين ولا متى وش كيف تجهيزك؟ حدثنا عنه. والله طيري سوري، طرح سوريا وتوني شريف من 20 يوم، يعني جهوزيته وسط. يعني من الحين بدأت الأعذار؟ ها وسط، ها شوي شوي جاهزين إن شاء الله، والطير جاهز والتوفيق من راوة. شو اسم طيرك؟ سميته ولا للحين؟ جنكيز. جنكيز؟ وين قريب؟ عند المنصة ولا عندنا قريب ولا بعيد؟ والله التوفيق من الله، الطير جاهز والتوفيق من الله. أهم شيء بس إنك تسلم من الشبة. لا بإذن الله أنا بنسلم منها إن شاء الله. انقرأ. أكيد إنك إن شاء الله واثق ولا؟ إن شاء الله. سابق رام 10 جاسم بن راشد بن خميس بن سعد الخليفي، وطير اسمه جانكيز. أنت ما شاء الله جاي تهد الليلة ولا وين؟ إن شاء الله بإذن الله. في صيد ولا ما في صيد؟ إن شاء الله بإذن الله. فخر وصعب وهالشو هنا صعب إن شاء الله. بس عبيد اليوم متحزم لكم شيء مش طبيعي. إحنا إن شاء الله متحزمين بطيورنا بإذن الله. طيرك طرح وين ولا متى تجهيزك ولا جاهز ولا مو بجاهز؟ ان شاء الله باذن الله انه جاهز، طرح ايران وان شاء الله على الله التوفيق. تهديد ولا شوف هذه توافيق من الله سبحانه، هو متحزم وحن متحزمين والوعد الميدان. جابر بن ناصر بن عبد الهادي بن شافع المري، والطير اسمه سيد، سيد جناحه طيب. تكفى يا سيد، تكفى ارتفع من عندك فوق، تكفى يا سيد، سيد افرقت يا سيد، تكفى يا سيد ارتفع يا سيد، يلا انت عيني يلا. العام حققت لك بصمه في مرمي، واحنا السنه ان شاء الله ننتظرك
ونتمنى انك تحقق بصمه مثل العام. والله نتمنى ذلك، الظروف شوي لك عليها وشاءت ان صادفتنا صواديف، لكن تمني خير ان شاء الله. الطير اللي معي اليوم هو بجاهز، بس من سوء حظه انه جاء اول يوم، وان شاء الله انه خيره خلاص. جاء دوره نهدى نشارك مع ربعنا، جاب خير خير وبركه، ما جاب خير طيرنا وغالي عندنا ما يحتاج. سميته هدو ولا ما سميته هدو؟ لا هدو العام السنه فخر. طير هذا اسمه فخر، محمد بن سعيد الملهيه الله يطول عمره وعمره. كلمني اول ما شريته ذاك اليوم، شريت الطير قلت شريته، قال الطيرين يطالبك اسميه، تبرك الساعات، قال اسمه فخر، قلت هو بوجهك فخر حيا عذره. بطل من ابطال مرمي سالم بن عايض بن سالم بن خجيمة العذبة، والطير اسمه فخر راعي هدو. ان شاء الله انه جاهز ان شاء الله. بس عبيد فخر مو بسيط اليوم، يقول صعب. عبيد من زمان هو مو بسيط، والله يوفقنا ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله اليوم حد من هالشوهين ينتصر عليه، انت سواء انت ولا اخوانك الربع المشاركين. معروفه في كل سنه اول يوم مستحيل، اول يوم مستحيل، يمكن رابع يوم خامس يوم ممكن، اما من اول يوم لا ما اظن. شوفوك متفاعل مع الهدف. اي والله متعلين ان شاء الله، توفيق لابو جابر والفانا ان شاء الله والربع الباقيين. علوم جاهزيتك، انت جاهز لعبيد الليله؟ لا الليله ما هو جاهز، بس تاريخ 13 تذكر اسم حدث. تاريخ 13؟ نعم. احنا نبي تاريخ 1/1/2020. والله ودنا نفتتح ذا السنه بالخير كله، لكن ما به جهوزيه. الطير اسمه عساف وان شاء الله انها معسوفه. الحمام معسوفه اليوم ان شاء الله. وعبيد فخر وش رايك فيه؟ كفو والله كفو، واهل الشواهين كفو بعد. هو ان شاء الله كفو، هو كفو وانت كفو، وكل المشاركين ان شاء الله فيهم بركه وكفو، بس احنا نتكلم على الحمام والصيد. الصيد الميدان يا حميدان، شوف عينك الحين باذن الله. يعني نقرب السياره منك تكون قريب؟ خليك قريب على ما يقولون. شوفك متوتر الليله. لا والله الحمد لله رب العالمين، جاي ومتفائل ان شاء الله، وان شاء الله هنا نصيب ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه. شو اسم طيرك؟ قصاف. والله اسمه خطير، ان شاء الله انه يزبن او يسوي لكم عرض باذن الله. بس عبيد فخر مو بسيط، محمد بسيط، متجهزين ومحتزمين انا واخواني الصقاقير كلهم، وان شاء الله انا بزبن ولا بسوي لكم عرض، وعيال عمي ان شاء الله بيصيدون باذن اللي ما تنام عينه، وجميع المتسابقين باذن الله يصيدون. المراسل الجديد مراسل قناه الكاش اخي محمد الملهيه، مرحبا بك ومسهلا، وان شاء الله وجهك علينا وجه سعد، وطير ذا بيروق الحمامه بحل الله وطاعته شجاع طير الغيثاني، وفوق الحمامه ابو فخر. يلا تعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، شجاع يا شجاع، اصمل يا شجاع، يلا تعينه يلا. ان شاء الله نحن مستعدين، واليوم هو اليوم، فخر صعب لكن باذن الله اليوم ان شاء الله صايدين بحل الله وطاعته. شو اسم الطير؟ مبشر، ان شاء الله اول متاهلين. يعني مبشر بالخير وبالتاهيل. ان شاء الله يبشركم. بس شوفك ان شاء الله متفائل. والله اللي يجي مرمي ان شاء الله انه يتفائل، وما صدنا مع اخويانا ما صدت حظنا وفر عشبت ما قصر. ان شاء الله باذن الله.